حنويرينا إن شاء الله تعالى متسابق كوبات عبد الله وفار أحمد جامع حنقعد سنين أول كان صومر وقاتو ورقدي سؤالها لجويدين لها سؤال شو حنكون هو يدين دونا إن شاء الله رواية حفص ما يدم مالا أنت سوكو سيتم بهنا وسيتم بهنا أو نس السؤال الأول اقرأ برواية ابن وردان عن أبي جعفر من قوله تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون برواية ابن وردان عن أبي جعفر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريه وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم نبوء أن يقرأ الشماء كثير ابن وردان عن أبي جعفر بطهر النساء خلي بالك وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك
وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصى بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. حسبك. السؤال الثاني: اقرأ برواية البزي عن ابن كثير أول سورة الحجر. ابدأ سورة الحجر برواية البزي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما تنزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء لظلوا فيه يعمهون
كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء ولو فتحنا عليهم بابا من السماء لظلوا ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون السؤال الثالث اقرأ برواية الدوري عن الكسائي من قوله تعالى أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا يكاد السماوات يتفطرن منه تابع أنت طيب حتى نكسر ولا ثقل في تأنون ساكن حاجة في سماء حاجة في سماء حاجة في سماء كمال نعم نعم شو أنت وطش يكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا
أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصيهم وأعد لهم عدا لقد أحصاهم وأعد لقد أحصيهم وعدهم عدا لقد أحصيهم وعد لهم عدا وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. السؤال الرابع، اقرأ برواية السوسي عن أبي عمرو من قوله تعالى: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم. برواية السوسي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن
يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. حسبك وبارك الله فيك.